سلام صحباتي الاعزاء، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم احسن الماسكارات اللي جربتهم مده طويله، يعني ماشي غير جربتهم مره واحده وجربتو يومين وقلت لكم نجي نهضر عليه، نو يعني جربتهم مزيان، عرفتهم واش مزيانين ولا لا. لهذا اللي كنت مهتمين بهذا الفيديو، بقاو شوفوه كامل باش تلقاو الماسكارا. اللي قبل ما نهضر لكم على الماسكارات بغيت نقول لكم شي انفورماسيون غتزاد جديده، بحال مثلا الحوايج اللي غادي نكون لابسه في الفيديو، لانكم ديما كتسولوني عواطفني خديتي الفيستا، عواطفني خديتي الساعه، عواطفني خديتي الزيف. لهذا دائما ان شاء الله غادي نحاول نوفي بهذا الوعد هذا ان شاء الله. هو انني في لا باغ دانفو، يعني في خانه الوصف كتضغطوا على واحد السهم هكا كيعطيكم داكشي كلشي اللي كاين في لا باغ دانفو ولا في خانه الوصف. غادي تلقاو مثلا اشنو لابسه اليوم، اللي غتلقاو الزيف ملي خديتو، هذه لاقيت اليان ديالها مثلا، الساعه ديالي ملي خديتها، وبهذه الطريقه تلقاو كلشي ملي خديتو. ونحاول نخلي لكم باش دوزو ديريكت لديك الحاجه، ولا زعما نقول لكم هاد انستغرام مثلا الزيوفه اش من انستغرام تلقاهم ولا منين خديتهم. المهم نحاول نخلي لكم دائما يعني الانفورماسيون كامله اللي نقدر نساعدكم بها خلي لكم في لا باغ دانفو، لهذا ديما تفقدوا خانه الوصف. وبالنسبه للماسكارات غنخلي لكم كاملين الصور ديالهم، لهذا ركزوا مزيان على الفيديو لحقاش حمرا كتكون الصوره معك كتنقزوا ما كتشوفوهاش وكتقولي عواطف عطينا الصوره. لهذا غنخلي لكم الصور ديال هاد الماسكارات كلهم، يعني فين ما هضرت على شي وحده غنحط لكم الصوره ديالها يعني باش تبان لكم واضحه. وصافي غنحاول اثمن ماسوم رسام نكتبهم لكم ولا نقولهم لكم ان شاء الله باش تديو واحد الفكره على داكشي. ولهذا ما تنساوش على هاد المشهود ديروا لايك كبير ومن القلب. غنبدا لكم البنات باكثر ماسكارا تقدروا تلقاوها البنات اللي هنا في اسبانيا، للاسف البنات اللي في المغرب ولا في دول اخرين ما تلقاوهاش، ولكن الاخرين كلهم غادي تلقاهم يعني في اي بلاصه كنتو فيها ان شاء الله. علاش بغيت نهضر لكم على الماسكارا؟ لاني حتى استعملتها يعني مده طويله، اللي هي الماسكارا ديال ماكسي فولومين ديال مارادونا اللي غادي تشوفوا الصوره ديالها هنا. هذه البنات واحد الماسكارا اللي هي زوينه بزاف، تشوفوا الشيتة ديالها صراحه في حليتوها ما كتبانش يعني الشيتة ديالها شي حاجه، ولكن ملي كتخدموا بها مزيان شفاركم كتعطي واحد الكثافه للشفار، عرفتي كتخليهم يعني طوالين. هي اللي الديفولي فيها كيف ما كتشوفوا هو ديالها ديال السيليكون، الديفولي فيها الا ما عرفتيش تخدميها ما غاديش يعجبك الريزولتا ديالها، ولهذا ضروري تعرفي تخدموا بها. اول حاجه خصكم الصبر، تبداو تطولوا ومن بعد تحاولوا ديروا الزيكزاك ملي تكونوا كتخدموا بها باش تعطيكم الكثافه، لان هي اكثر صراحه كتعطي الطول. مثلا عندكم الشفار كتافين وما عندكمش طوالين هي كتعطي الطول. لهذا هي ماسكار زوينه صراحه كيف ما قلت لكم، الا عرفتوش تخدموا بها كتعطي واحد ريزولتاتو زوين بزاف بزاف بزاف. لهذا كيف ما قلت لكم غير بداو بالاول انكم تطولوا، ومن بعد على باش حاولوا ديروا الا ما كانوش عندكم يعني كثارين تحاولوا ديروا بحال اللي كديروا واحد الزيكزاك خفيف بحال هكا، ومن بعد تطلعوا بهذه الطريقه كتعطي واحد ريزولتاتو زوين بزاف. وهذه البنات الثمن ديالها كنظن لك كان 2.90 ولا 3.50 يعني لا يتعدى 3.50، ثمن جد مناسب صراحه ما كتنشفش، يعني كتدي واحد المده تقريبا يمكن دات لي هذه 3 شهور، وهذه يمكن ثاني ولا ثالث وحده اللي ساليت. من بعد ما ساليتها حبيت اني نجرب ماسكارات اخرين باش نقدر نهضر ونقول لكم على نهضر لكم على بزاف ديال الماسكارات، لان كما قلت لكم هذه ميركادونا تقدر ما تعجبش البعض منكم اللي جربها، تقدر ما يلقاوهاش البنات يعني في الدول الاخرين. لهذا خصني نجرب بزاف ديال الماركات اللي يكونوا لو كوست باش البنات كلهم يقدروا تكون عندهم يعني اوبورتونيتاد باش يقدروا يجربوا ماركات اخرى اللي يكونوا ماسكارا اخرى البنات، اللي هي من عند افون. هذه البنات سي، هذه من غير هاد الماسكارات اللي غادي تشوفوا اللي جربتها جوج مرات، يعني بالحساب جوج مرات. علاش ما بغيتش صراحه البنات نديرها، ما بغيتش نضيعها، لحقاش بغيت ندير عليها واحد الفيديو خاص، هذا علاش اصلا علاش شريتها، وان شاء الله غندير لكم عليها واحد الفيديو خاص كيفاش كتخدم. ولكن سي دوك جوج مرات اللي خدمت بها زوينه، كتعطي الكثافه وكتعطي الطول، ولكن كتمانشي بزاف يعني كتوسخ بزاف الخدمه ديالها، يعني خصك تكون عندك الصبر والوقت ملي تبغي تخدمي بها. يعني كنتي زربانه ما ننصحكش بها، ولكن الا كان عندك الوقت وهذا سي كدير خدمه زوينه. والاسم ديالها داير بحال هكا، تاهو غنقلب على الصوره بورتاكاسو ما نلقاش نديرها لكم هنا باش تشوفوها. كتجي في الباك ديالها ديال الكارتون، ونوريكم كيفاش كتجي. كتجي بحال هكا كتحلوها، ومن بعد كتجبدوا هذا كيتلوى بحال هكا، كيتلوى بحال هكا كما كتشوفوا، من بعد كتجبدوها بحال هكا، وها كيفاش دايره الشيت ديالها. كما قلت لكم لا عرفتوا تخدموا بها كتعطي الشفران زوينين صراحه. ومن بعد فيما بغيتوا تهزوا البرودوي مثلا كتضغطوها بحال هكا وكتجبدوا عاوتاني وكتخدموا بها كما كتشوفوا. شفتوا السنينات ديالها كيفاش دايرين البنات؟ يعني صراحه زوينه الريزولتا ديالها، غير هو كيف ما قلت لكم خصكم تخدموها بالصبر وبشويه باش تعطيكم يعني سميتو ديالها. واللي ما عجبنيش فيه صراحه هو انه انكومودو، خصك تحلي عاد باش تحاولي تجبدي هذا وتحاولي ما تهرسيش،
يعني شويه انكومود. وهذه الثمن ديالها كان نسي كان واش 8 فاصله شي حاجه و 7 فاصله شي حاجه. غنتاكد من الثمن نحاول نخلي لكم هنايا باش تشوفوا. دابا غندوزو للماسكارات اللي هما واو 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 والثمن حتى هو واو واو واو. الماسكارا الاولى من هادو هي ديال اسينس. اسينس البنات عندهم برودكتوس واعرين سي، عندهم برودكتوس توب وعندهم اخرين فلوب، ولكن اغلبيتهم صراحه اللي جربت كانوا توب والقليل منهم اللي كانوا فلوب. بعد الماسكارات عندهم هادو اللي جربت كلهم عجبوني وبزاف. اللي منهم هادي ملي مشات منها السميه بالحق نخلي لكم الصوره ديالها 100%. كتجيب كما كتشوفوا لا مارك اسينس هادي البنات، تجي بحال هكا عند هذا معوج من هنايا بحال هكا. نحاول باش تشوفوا كلشي بدقه كما كتشوفوا. هادي في الاول كتعطيك الطول، في الاول كتعطيك الطول، ومن بعد الا درتي الكوش الاولى والثانيه والثالثه كيعطيك تعطيك الطول وكتعطيك حتى الكثافه يعني. ولكن الا كنتو بغيتو مثلا واحد عندكم الشعر نفس الشيء ديال ميكادون، ولكن هذه سي حسن، هذه الصراحه عجبتني اكثر لحقتاش ما خلاص كتري يعني، كديري الكوش الاولى والثانيه والثالثه وخدمتيها مزيان ما كيبانش داكشي كثير وما كيبانش الشفار معمري، كيبان داكشي شويه طبيعي اكيد ما يبانش طبيعي لان كاينين ثلاثه الكوشات ديال الماسكارا، ولكن نسي كتعطي واحد الريزولتاد زوين الا خدمتو بهاد الجهه هادي كتخدموا باش تعطيو تلويو الشفار ديالكم. ولا بغيتوهم يكونوا طالعين بحال هكا كتخدموا بهادي. هادشي اللي كندير انا بعدا تجربتي معاهم. وكما قلت لكم كتعطي هي الطول وكتعطي الكثافه، ولكن اللي كتعطيك من الكوش الاولى هي الطول ومن بعد الكثافه. كاين حقاش كاين شي ماسكارات اللي غتشوفوهم دابا كيعطوكم الكثافه من الاول عاد باش كيعطوكم الطول. لا هذه يعني كتجربتي انا كيف ما قلت لكم ملي كنكون ندير ماسكارا كنلاحظ، وهذه لاحظت فيها انه كتعطيك في الاول الطول ومن بعد ملي كتخدميها مزيان عاد باش كتعطيك الكثافه. يعني حقاش كاين بنات مثلا اللي كيبغيو يديروا كوش وحده ديال الماسكارا، يعني واش ديري كوش وحده غتعطيك الطول، غتعطيك الطول شويه ديال الكثافه، ولكن الا كان عندك شي مناسبه وهذا ضروري ما ديري كوش جوج ولا ثلاثه. وكما قلت لكم راه غتكونوا شفتوا الصوره ديالها، والثمن ديالها حتى هو 3 اورو 3 اورو 75. كنظن الماسكارا ديال اسينس دايرين 3 اورو 75. تقدروا تلقاوهم هنا في اسبانيا البنات، في دروني، في بريمور، في جميع تقريبا المحلات ديال الماكياج راه كيبيعوا لا مارك اسينس. وفي المغرب راه البنات راكم عارفين يمكن في كاريفور كتكون، ما عرفتش البنات ديال المغرب والدول الاخرين اللي كتعرف شي اسينس فين كاينه تخلي انا في لا باغدان فو باش كلشي يستافد. نيت غير في اسينس وندوزو الماسكارا اللي كما كتشوفوا غتشوفوني ساليت دابا جوج، ساليت هادي ولكن هادي باقا جديد باقي فيها يعني باقي فيها البرودكتو اللي هي هادي البنات. هادي كنت شفتها قلت لكم دايره بحال هكا راه غتشوفوا الصوره ديالها. حتى هادي البنات كتعطي كلشي، هادي كتعطي البنات الطول والكثافه وما كتبانش يعني داكشي ثقيل على الشفار، غير هو كما قلت لكم الخدمه. شفتوا الماسكارا البنات هي عباره عن خدمه. المهم انا غنوريكم المشطه ديالها لحقاش كاين اللي كتعجبو المشطه معينه. المشطه ديالها يعني ما جاتش شي حاجه سبيسيال، مي كانت بحال لي شويه من هنايا ما فيهاش سنينات بزاف، فيها صغارين ومن هنا سي كاينين سنينات، لهذا بحال لي مثلا بغيتو تخوي وتنقصوا شويه من الماسكارا كديروا بهذيك البلاصه اللي فيها مشيت تخاوي ولا بغيتو تكثروا كديروا بهذه. يعني مثلا في الكوش الثالثه من الاحسن تستعملوا هذه اللي من هنا من الفوق. هذه الماسكارا يعني طوب، يعني صراحه الخدمه ديالها زوينه، كتعطيك الشفار طوالين كتكثرهم. واخا كديري كوش ثلاثه ولا جوج كتخلي ما عرفتش كنقول كوش ثلاثه ولا جوج، ملي كديري ثلاثه الكوش حتى ما عرفتش كيفاش ننسق العربيه مع ملي كديري ثلاثه المرات ثلاثه الطبقات، ملي كديري جوج ولا ثلاثه الطبقات ديال الماسكارا ما كيبانش معيقين، غير هو كيف ما قلت لكم ماسكارا كتبقى يعني خدمه. الا عرفتي تخدمي ماسكارا مزيان قليل الماسكارا اللي ما تعجبكش يعني، ولكن صراحه ككاليتي يعني كاين شي ماسكارات واخا ضلي تخدمي ما كيطلعوش الشفار ما كيكثرهمش، ولكن هادو اللي كنوريكم خدمه الا خدمتي بهم مزيان غيعطيوك شفار زوينين. هذه اللي هي منهم كيف ما قلت لكم عندها هاد البلاصه كتجي هنايا ما فيهاش سنينات بزاف، وهذه سي فيها سنينات. مثلا ملي كنكونوا خدمو الكوش الاولى والثانيه انا كنخدم بهذه، ومن بعد الثالثه كنديرها بهذه اللي فيها سنينات قليلين. علاش كنحاول نمشط ونقلل البرودكتو يعني باش غير نطول ونكثر، ولكن كنبغي ننقص البرودكتو اللي حطيت ولا البرودوي اللي حطيت ديال الماسكارا فوق شفاري، وصراحه كتعطي واحد الريزولتادو خطيره البنات. والثمن ديالها حتى هي كانت 3 اورو فاصله 75. كيف ما قلت لكم اسينس عندها ماسكارات واعرين، بعد هادو اللي جربت انا نقدر نقول عليهم واعرين لاني جربتهم عليا شخصيا. وكيف ما قلت لكم هي الاخرى اللي ساليت نيت لي مع الاسينس اللي هي هادي. هادي كانت قلت صراحه انا بغيت نجرب ماكرهش نجرب ديال اسينس كاملين كاملين، ولكن هادو هما اللي جربت دابا. وكنت سولت هاجر لك البنت اللي درت معها كولابوراسيون المره اللي فاتت فاش تلاقينا ببرشلونه، قلت لها اش من واش دايره واش دايره الشفار، قالت لي انه دايره ماسكارا ديال اسينس، قلت لي فيهم انا راه مجربه هذه وهذه، ومن قالت لي الغوز كيحسب لي على هذه اللي هضرت لكم دابا اللي فات.
عاده مش بنمشي نشوف. قالت لي تندير صورت لك صوره. المهم داز نهار نهار نسينا ما انا سولتها ما هي صيفطتها ليا، ولكن ملي مشيت للاسنس وبان لي هذيك صافي يمكن هذه علاش قالت لي هذه علاش قالت لي هاجر، وهزيتها خديتها. واو البنات مع واعره 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 واعره. الا بغيتو شي ماسكارا كتعطيكم الكثافه من الاول، هذه كتعطي الكثافه ما كتعطيش الطول في الاول، كتعطي الكثافه عاده فين بديتي تخدمي كتعطيك الطول. يعني في الاول انا كنلاحظ انها كتكثر ليا الشفار ومن بعد كطولهم. وهذه سميتها كرايزي فوليوم ماسكارا. المهم نخليكم الصور كلشي ديالهم بلا ما نبقى نقول الاسماء عوجين، وانتم تشوفوا الشيته ديالها كيفاش دايره. هي سيليكونه وكتجي بحال الشكل ديال واحد الماسكارا كنت شفتها كانت عندي من ماكس فاكتور. الصراحه اللي كيكون عندهم هاد السنينات كيكثروا الشفار بحال هكا ديال السيليكون، وكتجي بحال هكا كثيره يعني فيها سنينات بزاف 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 حدا بعضياتهم. شي وحدين صغار شي وحدين كبار شي وحدين صغار، ولكن كثارين. هذه البنات خطيره ما عندي ما نقول عليها البنات، عرفتي كتخلي واحد الشفار زوين. كما قلت لكم انا جربتها غير مؤخرا دابا جايه الشهر هذه بالحق، يعني كنستعملها يوميا يعني محقاش انا ما كنشري ماسكارا يس ماسكارا ماشي كنشري شي ماسكارا كنحط عليها. واخا تكون عندي وحده مبديه هذا غلط كنديروا انني كنفتحهم كلهم دقه واحده، ولكن خصني نجرب كيخصني نجرب الحاجه ما عرفتش علاش فيا هذه البليه. كنحط الاخرى اللي جربت وعجبتني كنقول صافي هذه عجبتني نخليها على جانب خصني نجرب هذه باش نشوف واش عجبتني ولا لا. المهم جربتها عجبتني بقيت كنستعملها البنات نهار على نهار على نهار. وشي مرات ملي كنبغي ندير شي شفار يكون واو كيبان بينهم كثارين كنمشطب هذه المره الاولى، لحقاش كما قلت لكم هذه كتعطي الطول في الاول، وكندير بهذه جوج كوشات الثاني يعني كندير ثلاثه الكوشات كنعاود نمشطب هذه جوج مرات عرفتي كتعطي واحد الشفار خطيرين البنات. ودي هذه البنات الثمن ديالها 3.75 أورو. وكما قلت لكم البنات اللي هنايا المراه تلقاوها في دروني تلقاوها في جميع. وندوزو البنات الماسكارا اللي هي طوب، ولكن هذه غاليه لحقاش انا اصلا هذه كنعطوها ليا غير مابقيتش عقلتش خديت شي برودكتو. هذه ديال كلينيك ما عارفه شحال عندي راه مده طويله ما بغيتش نرميها، لانه البنات بغيت نقربها لكم لانه بغيت ندير بغيت نشري عليها وباقي لحد الان ما كتبش لاني كنجرب هاد الرخص كيعجبوني صافي كنميك صراحه. ولكن هذه ملي كنعطوها ليا وجربتها البنات عرفتي كتعطي واحد الشفار واحد الشفار رائع. يعني هذه البنات من لامارك كلينيك كيف ما شفتوا كما كتشوفوا المشطه ديالها صفيره ولات حالتها، واخا كانت يعني طياميني ولكن كانت رائعه يعني ودات ليا مده طويله. قلت لي بغيت نقول لكم دات ليا مده طويله قلت لكم كانت رائعه دات ليا مده طويله يعني تقريبا 3 شهور كنت كنستعمل فيها، ولكن كنستعملها غير للمناسبات لحقاش كتعطي واحد الشفار زوينين صراحه. واخا تديري ثلاثه الكوشات كيبان داك الشيء يعني نقي كتبان الشفره ديالك نقيه كيبان داك الشيء الشفار طالعين كثارين صراحه. هذه الطوب يعني صراحه ما عندي ما نقول عليها. ان شاء الله الا خديتها ان شاء الله الا خديتها نعاود نجربها لحقاش يقدروا دابا بدلوا الفورمولا وداكشي ونهضر لكم عليها بالحق. هذه يعني ديال سميتها ماسكارا ام تمسح التسميه امباكت اوبتيمال. المهم خطيره خطيره صراحه مؤخرا مابقيتش كناخذ الماسكارات الغاليين كناخذ غير الرخاص. المهم ان شاء الله الا خديت هذه ديال كلينيك راني غنهضر لكم عليها غنهضر لكم في الانستغرام، يعني غنحاول نبقى ندير برودكتوس فابوريتوس في انستغرام مره مره فين ما عجبتني شي منتج نهضر عليه ديك الساعه في انستغرام دغيا ونحطو لكم في ستوري. وندوز اخر ماسكارا اللي هي ديال ميبلين. شتي البنات الماسكارا ديال ميبلين ديال لوريال ديال ماكس فاكتور تهما توب، يعني هما غاليين شويه على اسينس وصراحه الا خيروني يعني نقول عندي 10 اورو في جيبي وبنشري جوج حاجات مثلا وخيروني بين ميبلين وبين اسينس غنشري اسينس لانه الثمن ديالها جد مناسب وغادي نوفر شويه. ولكن الا ما عنديش الخيار وبنشري انا كتعجبني ميبلين وميبلين زوينه وانا نمشي ميبلين لانه صراحه ما غاليهش دايره. كاين شي بلايص كتلقاو 6 اورو فاصله 90 كاين بلايص 7 اورو فاصله 90 كاين بلايص كتلقاو 8 اورو فاصله شي حاجه يعني كاين شويه الفرق، ولكن الثمن المينيموم تقدر تلقاوه يمكن هو 6 اورو فاصله شي حاجه. المهم هي دايره بحال هكا، هاد عندها بالموف غنخليكم الصوره ديالها حتى هي اسميتها بيك شوت دايره بحال هكا. دي شريتها ميلا خرجوا كما كتشوفوا البانسو ديالها داير بحال هكا ولا المشطه ديالها ولا الشيده ديالها دايره بحال هكا. تا هي كتعطي الشفار زوينين كتعطيهم طوالين كتعطيهم كثارين تا هي خص غير تخدمي بها مزيان. يعني صراحه هاد الماسكارات كلهم اللي وريتكم البنات توب توب توب. هذه يمكن اللي كان فيها ارغان ولا شي حاجه نو نو وحده اخرى وحده اخرى. المهم كما قلت لكم البنات هذه ديال ميبلين تا هي زوينه غير هي كما قلت لكم زايده شويه في الثمن، ولكن الصراحه الصراحه نجيكم انا الصراحه ما يعني بغيتو تشريو شي حاجه خذوا لكم هذه ديال اسينس خصوصا هذه هادو بثلاثه الصراحه توب توب هادو بثلاثه توب وخصوصا هادو بجوج هادو بجوج واعرين 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 البنات. وغادي توفروا تقريبا نص ديال الثمن ديال هادي تقدروا تشريو بها شي حاجه خصوصا البنات دابا اللي في المدرسه
اصلا البنات اللي ما كيكونش يعني كتكون باقي صغارات الاحسن تاخذوا ماكياج يكون زوين وشويه رخيص لانه اصلا ما كتبغوش ماكياج يكون ثقيل. لهذا واخا هادو صراحه تقدروا كيف ما قلت لكم ديال اسينس تخدموا بهم ماكياج ثقيل وخفيف اللي بغيتوا كيعطيو نتيجه رائعه. المهم البنات كنظن لا شفت معكم ماسكارا ديالي كاملين، لا ما تلف ليا شي واحد لا شي وحده في شي واحد لا ما تلفات ليا شي ماسكارا في المجوره لان مقبله وانا كنقلب باش نجبد هادو اللي كانوا قادين ليا، ما بغيتش نرميهم قلت حتى نشارك معكم يعني تجربتي. اكيد كانوا اللي ما عجبونيش رميتهم صراحه لانه شي مرات كتعمر لي الدنيا خصني نرمي صافي خصني نخوي عليا، ولكن دابا صيغه قديمه نخلي لكم الحاجات اللي ما كيساليو ليا نخبيهم في واحد البلاصه وندير لكم فيديو خاص ان شاء الله باش وصافي صحابتي العزاز. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون فادكم، كنتمنى تكون لقيتوا ماسكارا ديالكم بهاد الماسكارات اللي وريتكم، كما قلت لكم اتمنى تجيو مناسبه ديالها وصافي. بوسه كبيره عليكم وتهلاو ليا فراسكم حتى نتلاقاو في فيديو ولا فلوغ ولا في انستغرام دابا نيت. يلا باي باي عليكم، بوسه كبيره. ما تنساوش تقولوا لي واش عجبكم هذا الفيديو، بغيت ندير لكم مثلا فيديو ديال نفس الطريقه ولكن ديال كريمات الاساس ولا ديال فغاجو ولا بالنسبه للبنات اللي بغيتو تشريو دابا هكا ماكياج وبغيتو تعرفوا تقريبا الاثمنه والماركات اللي زوينين والخاصين في نفس الوقت. يلا باي باي عليكم.